بعون من الله تعالى، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في هذه الانطلاقة وفي هذا المهرجان، المهرجان الختامي، مهرجان المرموم لعام 2017 للميلاد. تنطلق على بركة الله تعالى وتوفيق شعارات أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة والمتواجدة من أجل الفوز ومن أجل الناموس. انطلق شوط المهجنات، شوط الزمول وهدير الزمول ليبدأ مع المشاركين في انطلاقة هذا التحدي المتميز المسائي في منافسة قوية ومشرفة ما بين المؤسسات العملاقة وشعارات أصحاب السمو المشاركة في هذا الشوط. نتمنى أيضا للمضمرين المتابعين لشعارات أصحاب السمو التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم. سيارة رصدت لصاحب المركز الأول بهذا الشوط، متمني للجميع التوفيق. مقدمة الشوط المركز الأول ومقدمة المراكز مع باروت لهجن العاصفة، ينطلق مباشرة مع المقدمة وهناك غياث الهلالي، يتابع عملية التضمير لانطلاقة باروت اللي على المركز الأول ومسيطر على مجريات الشوط بانطلاقته واندفاعته مع المركز الأول. المركز الثاني أشقر، أشقر على أشقر مثل ما الحر الأشقر يجمع معاني الزي كامل وصوفه، هذا شعار الرئاسة يحضر مع أشقر وأحمد بن مطر بن مايد، الخيل يتواجد أيضا بدفاعة أشقر على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء، المركز الثالث مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، البازلي هجن الشحانية وسالم بن فاران المري يتابع هذه الانطلاقة باندفاعة البازلي على المركز الثالث. المركز الرابع ننتقل مباشرة مع المركز الرابع ويصل الكايد لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتواجد باندفاعة المركز الرابع. أما المركز الخامس لافي لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتابعه بعملية التضمير بانطلاقة لافي، لافي مع المركز الخامس. أما المركز السادس ويصل أيضا هملون لهجن الرياسة راشد بن محمد مع انطلاقة هملون أيضا لهجن الرياسة راشد محمد بن سم المنصوري يتابعه في عملية التضمير. أما اللي وصلنا في هذه اللحظات متابعين الأعزاء المركز السابع في تواجد أيضا شعار هجن الشحانية ويحضر أيضا مردد مع هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتابع في عملية التضمير مع موقع المركز السابع. أما المركز الثامن وصل أيضا برزان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ويضمر خالد بن المر بن الحلوة لجتبي يتابع في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار. وهناك أيضا الأسماء، شعار هجن الرياسة يحضر بمتابعة علي بن جميل الوهيبي باندفاع مستمر مع الحمر والأدعم والعاصفة والشعارات الحاضرة. هناك يتواجد أيضا العديد لهجر الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع المركز الثامن والمركز التاسع. المركز التاسع يصل أيضا شاهين لهجر الرياسة صالح بن سعيد المري مع متابعة أيضا بالعرج أيضا متابع من يتابع شاهين. أما المركز العاشر، أما المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الأعزاء بمتابعة قوية واندفاع على شعار سمو الشيخ دياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين من يتابع شعاره مع المركز العاشر. انطلق مباشرة اللي هو أيضا سرمد، سرمد سرمد مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء العشر المراكز الأولى. نداؤنا الأول للمتواجدين والحاضرين بانطلاقة موفقة لجميع المشاركين، لكن نعود إلى المقدمة، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. أشقر 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 مع المقدمة، هجن الرياسة حاضرة متواجدة مع المقدمة مسيطرة على المركز الأول باندفاعة شعار هجن الرياسة يحضر ويتواجد مع المركز الأول باندفاعة أشقر على المقدمة. 8 كيلومترات مسافة سن الكبار، وتبدأ الرحلة
مع الشعارات الحاضرة المتواجدة بختام الختاميات مهرجان المرموب لعام 2017 الميلاد. الله يا أشقر 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 أشقر. هجن الرياسة مع المقدمة، هجن الرياسة تحضر وتتواجد دائما مع المراكز الأولى. أحمد بن مطر بن مايد الخيلي متابعا لهذا الشعار، بينما باروت مع المركز الثاني. هجن العاصفة غياث الهلالي يتابعه في عملية التضمير والمتابعة في هذا الانطلاق وبهذا التحدي وبهذه المنافسة. أيضا اللي وصل مع المركز الثالث، الله يا الباز مع المركز الثالث. هجن الشحارية وسالم بن فراد المري يتابع في عملية التضمير. هذه ثلاث شعارات المتقدمة الحاضرة قائدي نهضة رياضة الهجن العربية الأصيلة، شعار الرياسة وشعار الشحانية وأيضا شعار العاصفة، دائما بالمنافسة القوية والمنافسة المشرفة التي تجمع هذه الشعارات حاضرة ومتواجدة برياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. اللي وصل مع المركز الرابع وصل سرمد مع المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء، سمو الشيخ ضياء بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين مع المركز الرابع، يلي مباشرة المركز الخامس الكايد لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابعه في عملية التضمير مع موقع المركز الخامس. المركز السادس يصل العديد لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز السابع يصل في هذه الانطلاقة مشاهدينا متابعينا الكرام باندفاعه وسيطره. هناك ايضا شهير هجن الرياسه صالح بسعيد بالعرج المري مع المركز السابع من المركز الثامن حامل رقم 18 ايضا يصل مع شعار هجن الشحانيه. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بتحديات الاسماء وتواجد الشعارات والانطلاقه ايضا مع مردد لهجن الشحانيه محمد بن خالد العطيه، هناك شعار هجن الرياسه لافي مع هجن الرياسة أيضا علي بن جميل الوهيبي يتابعه في عملية التضمير وفي هذا التحدي. هناك هوجاس يا سلام، هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي من يتابع شعار الرياسة دائما حاضر ومتواجدا من أجل الفوز والناموس. هناك مسلي لسمو الشيخ راشد بن أحمد بن حمدان آل نهيان وسلطان بن سالم العامري يتابع في عملية التضمير. هذا النداء مشاهدينا الأعزاء، النداء للأسماء، النداء للحاضرين متواجدين. يا سلام يا سلام، من غير على مقدمة الشوط اللي انطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، باروت مع المقدمة والصدارة، باروت لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتابع في عملية التضمير والمتابعة مع انطلاقته واندفاع باروت اللي مسيطر مع المركز الأول. أشقر عاد إلى المقدمة، أشقر مع الرياسة ومتابعة أيضا مشاهدين الأعزاء. هناك أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يتابع انطلاقته. أشقر سرمد مع المركز الثالث، سرمد وصل مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ ضياء بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتابع في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار، بينما اللي وصل مشاهدين الأعزاء الباز مع هجر الشحانية سالم بن فراد المري يتابع أيضا انطلاقة واندفاع الباز على المركز الثالث. الآن غير مع المنافسة وصل إلى موقع المركز الثاني، عينه على مقدمة الشوط. الله الله الله، الكايد مع هجر الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابعه، وأيضا وصول العديد لهجر الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي منطلق أيضا باندفاعة واندفاعة العديد والكايد في هذا التحدي وفي هذا الأداء. لكن باروت مع المقدمة، باروت مع المركز الأول يحمل الرقم 11، يحمل الرقم 11. الله يا سلام، 1400 متر عن خط النهاية، نهاية الشوط، نهاية هذا المطاف. باروت مع المقدمة، الباز واصل مع انطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري يتابعه.
في عملية الترمير ومتابعة هذا الشعار اللي وصل مع المركز الثالث. هناك أيضا الكايد هجر الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيب. لكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى باروت، إلى باروت من سيطر على المركز الأول. هجن أيضا العاصفة، هجن العاصفة مع باروت مع المقدمة ومع المركز الأول. الباز يصل، الباز يصل من أجل الفوز. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير المتبقي على نهاية الشوط. الله يا الأدعم، الله يا الباز. الباز مع المركز الثاني، بدأ الاقتراب من باروت، بدأ اقترابه من باروت، لكن باروت مع المركز الأول. العاصفة حاضرة، حاضرة ومتواجدة مع مقدمة الشوط. هجن العاصفة، هجن العاصفة، العاصفة وهجنها مسيطرة على المركز الأول. انطلقت مباشرة نحو الفوز، نحو الناموس، نحو التألق الدام مع العاصفة. هبت هبوب العاصفة وبردها شيري. الله يا العاصفة، العاصفة مع المقدمة، العاصفة مع المركز الأول. الواد أيضا مشاهدي الأعزاء بمتابعة العاصفة وسيطرة العاصفة وانطلاق العاصفة. غياث الهلال يتابعها في عملية التضمير. الله، النقطة الرابعة، النقطة الرابعة للعاصفة، النقطة الرابعة للعاصفة. العاصفة وهجنها مسيطرة على المركز الأول. باروت، باروت، باروت مع مقدمة الشوط. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز باروت في المركز الأول وحصوله على ناموس هذا الشوط. هذه لحظة وصول باروت إلى خط النهاية وغياث الهلال يتابعه في عملية التضمير. المركز الثاني الباز لهجن الشحانية ومتابعة سالم الفراد المري. المركز الثالث أشقر مع شعار هجن الرياسة يتواجد مع المركز الثالث. المركز الرابع أيضا مع شعار هجن الرياسة بتواجد أيضا مشاهدين الأعزاء أوجاس. المركز الخامس كان من نصيب لافي أيضا لهجن الرياسة. تهانينا مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس العاصفة على فوز باروت في المركز الأول وتوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز بهذا الشوط في هذا التألق المتميز. مشاهدينا متابعينا الكرام، ننتظر التوقيت الزمني لحظة وصول أيضا اللي هو باروت اللي حصل على المركز الأول توقيته وفوزه وناموس هذا الشوط. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا بكل مكان، التوقيت الزمني توقيت أيضا باروت 13 دقيقة 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للعاصفة وهجنها على فوز باروت في المركز الأول وحصوله على المركز الأول. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء كان من نصيب الباز لهجن الشحانية وكان متابعة سالم بن فران المري 13 دقيقة 10 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام. المركز الثالث مع شعار هجن الرياسة ومع أشقر من حصل على المركز الثالث بانتظار صاحب المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام وتوقيت صاحب المركز الثالث يا مخرجنا. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الأعزاء هذا هو بالفعل أشقر من حصل على المركز الثالث. توقيت الزمني 13 دقيقة 17 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا مشاهدينا الأعزاء لهجر الرياسة ولي أحمد بن مطر بن مايد الخيلي.